لقبت هذه الجزيرة الفاتنة بعدة ألقاب، منها جزيرة البخور، جزيرة النعيم، جزيرة اللبان، جزيرة اللؤلؤ، جزيرة دم الأخوين، وجزيرة البركة. إنها جزيرة مباركة بالفعل. وقد كان اليونانيون يعتقدون بأن الأرض التي تنتج اللبان كسقطرة أرضاً مباركة من الآلهة. وقد بنيت المدن والقرى القديمة بالجزيرة بالقرب من هذه الوديان، حيث الزراعة والمياه العذبة. وتعتبر هذه الوديان والجداول أساس نمو الغابات الرائعة وموطن للعديد من الحيوانات والحشرات. وعلى ضفاف الوديان الكثير من الأشجار العصارية غريبة المظهر. ومن النباتات الغريبة المنتشرة على الجزيرة نبات القمحم، وهو نبات منتفخ الساق قليل الأوراق، يستخدمه السكان لتغذية مواشيهم في موسم الجفاف. كما وضحت الدراسات أن النباتات المستوطنة في سقطرة ما هي إلا أعداد قليلة من النباتات المتبقية التي كانت واسعة الانتشار في القارات المجاورة، إذ يعتقد مثلاً أن شجرة دم الأخوين وجدت قديماً في جنوب فرنسا. أكثر الطيور انتشاراً في الجزيرة هي النسر المصري أو الرخمة المصرية، وقد اعتاد السكان المحليون على تسميته بالسعيد. حال الوصول إلى الكهف ستلاحظ تغيراً في درجة الحرارة إلى البرودة أكثر. إنه كهف كبير يمتد لحوالي 3 إلى 4 كيلومترات، وتوجد به أعداد كبيرة من الصواعد والنوازل الكلسية